اهلا وسهلا فيكم جميعا بهيدي الجلسه. طبعا اعذروني على العطل التقني اللي حصل. اوكي اهلا وسهلا فيكم عدنان علي جورجيو ابراهيم ميسا محمد نورس. اهلا وسهلا فيكم جميعا بهيدي الجلسه. اعذروني على العطل التقني اللي حصل. اوكي لكن رح ارجع ابتدي الجلسه من جديد. كنت اوريدي ابتديت فيها على الساعه 2، ولكن استعملت لينك خطا اتوقع. رح ارجع لكن ابتدي طبعا بالبدايه. اول شيء بدي ارحب فيكم، لكن ادفانس تريدنج تول كيت اللي هي شغله كثير مهمه بنستعملها رح اكون عم بحكي شوي اسرع لانه كمان ضاق علي الوقت ما تواخذوني. اولا بدنا نبتدي لعملاء تكمل طبعا او الاشخاص اللي عندهم منطقه عميل او كلاينت اريا لما يضغطوا طبعا على موقع تكمل دوت كوم ويدخلوا طبعا على اللوج ان. لازم يكونوا مسجلين عنا للاسف اكيد كرمال يحصلوا على هذه الادوات. بيضغطوا على تريدنج بلاتفورمز، ومن خلال التريدنج بلاتفورمز بينزلوا على ادفانس تريدنج تول كيت وبيضغطوا على ويندوز وبيعملوا لها داونلود. لما يعملوا داونلود طبعا للادوات التعليميه فورا راح تنزل. اوكي عفوا، فورا راح تنزل على منصة التداول الميتا تريدر 4 اللي هي بنضغط على نافيجيتر باللون الأصفر أو هيدي الستار أو طبعا النجم اللي بنشوفها فوق. لما نضغط على نافيجيتر بنشوف تحت اكسبرت ادفايزرز، بنشوف هذا التيرمينال، بنشوف كل الأمور اللي خلقت عنا تحت اكسبرت ادفايزرز اللي هي ممكن بسهولة نعمل لها دراج. رح ابتدي لكن بالميني تيرمينال. الميني تيرمينال بنعمل لها دراج، نضغط على اوكي. الميني تيرمينال لكن ممكن انه نشوف خلق عندي بوكس مربع، وطبعا على اليمين مثل ما عم بتشوفوا اللي هو باللون الاخضر اللي هو منطقه الباي او الشراء، وباللون الاحمر اللي هو منطقه السل. اذا في حال على سبيل المثال عم نتكلم على اليورو مقابل الدولار. اوكي بالنسبه لليورو مقابل الدولار، اولا فينا نعمل ماركت اكزكيوشن مثل ما عم بتشوفوا انه هون عندي اكسبرت ادفايزر، اي اذا بدكم اي 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 روبوتك تريدنج، يعني انا بقدر اعمل تداول من دون التداول على المنصه الطبيعيه اللي انا بتداول فيها بشكل يومي. يعني ممكن انا اضغط على باي هون او على سيل، بصير عندي ماركت اكزكيوشن. الحلو بهذا البرنامج انه ممكن نستعمل شيء اسمه تيك بروفيت، اول شيء اكيد تحديد الربح والستوب لوس، ولكن ممكن نستعمل شيء اسمه تريلينج ستوب اللي هو موجود على طبعا بالاعلى اندر تي اس، مكتوب تي اس اللي هو تريلينج ستوب. يعني لما انا اجي ادخل تريلينج ستوب ب 20 نقطه على سبيل المثال، يعني كل ارتفاع معين للسوق او طبعا هبوط راح وقف الخساره يتعدل عندي كمان بقيمه 20 نقطه على سبيل المثال. انا بقدر ادخل بتفاصيل التريلينج ستوب بلس، بضغط على كنترول وبضغط على طبعا التريلينج ستوب، وبقدر احدد انا البرسنتج او النسب المئويه اللي بدي اختارها. فطبعا هذا التريلينج ستوب في كثير من المتداولين بيتمنوا انه كان يكون موجود على منصه التداول. من خلال هذا البرنامج راح تقدر تستعمله. طبعا فيك تعدل النمبر اوف لوتس اكيد، واذا في حال بدك تدخل شوي صغير بتفاصيل اكثر تضغط على النمبر اوف لوتس، على عدد العقود، تضغط على كنترول على الكيبورد تبعك وبتضغط على النمبر اوف لوتس. بالنسبه للستوب لوس اكيد فيك تعدله بعدد نقاط معينه، انا بدي اوقف خساره 20 نقطه، او فيك تحدده حتى بفيكست كاش، انا بدي اخسر لا سمح الله فقط 200 دولار، بتضغط على 200 دولار. اذا في حال بدك برسنتج اوف اكويتي، ولا انا بدي اخسر لا سمح الله 50%. بس الحلو هون انه لما حدد انا فيكست كاش ريسك 200 دولار، طب انا بدي خاطر ب 200 دولار، طب كم وقف الخساره المناسب لهذه الصفقه؟ بعدلها هون محل ستوب لوس 40 نقطة. هو بيحسب لي لحاله كم عدد العقود اللي أنا لازم أدخل فيها. فهيدي مثل برنامج أو كالكوليتر آلة حاسبة للمخاطر اللي أنا بدي أدخل فيها مقارنة بوقف الخسارة اللي لازم أدخل فيه، وطبعاً بعدد أو المبلغ الخسارة أو الكابيتال اللي أنا قادر لا سمح الله إني أتخلى عنه. فطبعاً بيعمل لي ريسك كالكوليتر بعدد العقود. ممكن percentage of equity، يعني أنا حدد بدي 15% من الأكويتي، إذا عندي 1000 دولار أكويتي أو حتى بالبالانس بدي أخسر 15% منه كحد أقصى. يعني إذا في حال هبط السوق ووصلت أو نزلت 150 دولار خسائر، لأنه 15% من 1000 دولار 150، إذا نزلت 150 رح تسكر لحالها. فطبعا ممكن حط سيت لوتس وظبط الأمور كلها. بالنسبة على اليمين، طبعا قبل ما نبتدي بالأسئلة، اسم البرنامج موجود Advanced Trading Toolkit، اوكي، وهذا البرنامج موجود على موقع تكمل مثل ما قلت لكم بتنزلوه طبعا على موقع تكمل اللي هو موجود بقلب منطقه العميل او الكلاينت اريا. موضوع طبعا التيرمينال على اليمين اللي هو باللون الاخضر والاحمر، مثل ما بتعرفوا امر معلق بالشراء باي ليميت اوردر، يعني لازم يكون تحت سعر السوق. ممكن جيب الماوس انا والكيرسر حطه على اللون الاخضر، اضغط على باي ليميت اوردر على هيدي المنطقه،
مع وطل طبعا اعمل دراج لتحت، ارجع اكبس مره ثانيه، هذا وقف الخساره، ارجع علي طلوع، حط تحديد ربح، اصبح عندي على اليسار مثل ما عم تشوفوا هون امر معلق، طبعا فقط باستعمل ثلاث كبسات هون من دون ما ارجع ادخل واعمل موديفاي اوردر الى ما هنالك، ولا اسرع من هيك. طبعا ممكن انه ارجع اضغط هون اعمل كلوز، الغي هذا امر المعلق. سلمت اوردر او سيل اون ستوب اوردر نفس الموضوع، انا بدي بيع اذا وصل اليورو لل 119 18 بدي بيع، سلمت على هيدي المنطقه، وقف خساره بدي اياه فوق، مع تحديد ربح بدي اياه على هيدي المنطقه، بيخلق عندي كمان امر معلق بالبيع على اليورو مقابل الدولار فقط بثلاث كبسات سر. الاجمل من هيك انه ممكن انا احدد وقف الخساره او تحديد الربح كتقنيا، يعني انتم بتعرفوا انه هذا البرنامج بيساعد معظم الاشخاص اللي بحبوا يحللوا تقنيا كرمال يقدروا يسهل لهم طبعا تداولهم وحياتهم بالتحليل. على سبيل المثال امبارح كنا عنا الاف او ام سي، ونحن بنعرف انه هذا موضوع الاف او ام سي موضوع حساس، فلذلك نحن بدنا اذا بدكم نشوف طبعا تداولات معينه على اليورو مقابل الدولار، وانا بدي اقول اذا منطقه ال 117.53 تم اختراقها أنا بدي وقف الخسارة يكون على هيدي المنطقة، ساعتها أنا ممكن يكون راسم خط دعم وخط مقاومة على سبيل المثال، واللي أعمله أنا بكل بساطة هو أضغط على خط الدعم مرتين، بضغط على كبسة Alt على الكيبورد وبضغط عليها مرة واحدة، وممكن أنا أعمل Long Close All Stop Loss، أصبح الخط الدعم هو وقف الخسارة تبعي. فإذا لا سمح الله هبط السوق بشكل قوي ولمس خط الدعم، فورا رح يغلق عندي صفقة أو رح تغلق عندي صفقة الشراء، تمام؟ فبالنسبة لخط المقاومة نفس الموضوع، على سبيل المثال أنا شايف على إطار 4 ساعات أنه أنا بدي اليورو دولار يوصل إلى هيدي المنطقة، رسمت أنا خطين أو وصلت نقطتين طبعا على اليورو مقابل الدولار، هيستوري من فوق قديمة، وقلت أنا أنه ممكن يوصل اليورو إلى هذه المنطقة ويرتد منها، يعني هيدي ممكن احتمال يكون عندي نقطة مقاومة، لذلك صفقات الشراء اللي داخل فيها أنا بدي يكونوا تحديد ربح ويسكروا على خط المقاومة هون، بضغط مرتين عليه كمان، كبسة Alt على الكيبورد، بضغط عليه كبسة واحدة، فطبعا Long Positions Close All بدي هذا يكون Take Profit، بضغط على سيف، تحول الخط الأزرق إلى خط أصفر وأصبح تحديد الربح تبعي اللي هو خط المقاومة، فإذا ارتفع اليورو إلى هيدي المنطقة رح يغلق صفقات الشراء لحاله، وطبعا بتمحي بديليت، بتمحي الأوردرز بشكل سريع. هيدا اسمه ميني تيرمينال، هذا الميني تيرمينال ممكن أيضا نضغط على الكبسة أو على المربع البرتقالي هوني، وطبعا ندخل بتمبليت. شو يعني تمبليت؟ يعني أنا على سبيل المثال بحب كل يوم على الساعة 4 أو 3:30 عند افتتاح السوق الأمريكي أنا بحب أدخل بصفقة شراء بفيكس لوت سايز عدد واحد بعقد كامل مع وقف خسارة 10 نقاط مع تحديد ربح 20 نقطة على الذهب على سبيل المثال، أوكي؟ ممكن هون تكون تريلينج ستوب مع أو بلا سيف تمبليت. سيف تمبليت يعني أنا بسيف هذا التمبليت، ساعتها إذا أنا فاتح اليورو بضغط على كبسة زر وحدة بيطبقوا الأمور كلها، بيفتح عقد واحد مع وقف خسارة 10 نقاط مع تحديد ربح 20 نقطة وتريلينج ستوب إلى ما هنالك. هذا تمبليت يعني أنا مبرمج هذه الهيكلية بشكل أنه أنا ساعة اللي بدي وساعة اللي بريد بضغط على كبسة زر وحدة وهذا الأوردر بيتنفذ بحذافيره ومثل ما هو. اوكي، هذا عنده اي سؤال لهون؟ طيب بالنسبه لبرنامج اخر بنسكر الميني تيرمينال وبنفتح شيء اسمه الارم مانجر، اذا بدكم الارم مانجر نعمله دراج كمان بكبسه زر، نضغط عليه نعمله دراج على الرسم البياني وبنضغط على اوكي. الارم مانجر من اسمه الارم طبعا، هذا الموضوع كمان كتير من المتداولين والمستثمرين كانوا بيحلموا أنه يكون موجود بمنصة التداول، وطبعا بيحلموا أنه يكون قادر يتطبق على جوالهم الخاص بشرط أنه يكون هو خارج المكتب ويوصل له انذار باختراق رقم معين على اليورو أو على أي عملة رئيسية، أو حتى إذا في حال وصل لتحديد الهدف أو وقف الخسارة بده ياخد انذار.
بس على الارجح اللي بيستعمل الالارم مانجر هو الشخص اللي بيكون حاطط امر معلق او على سبيل المثال نقطه محوريه، اذا السوق تم اختراقه هو مقرر ومخطط انه يدخل شراء اما بيع. فطبعا بالالارم مانجر اوكي ممكن انه هو يضغط على نيو الارم على سبيل المثال اوكي، وبالنيو الارم طبعا ممكن يختار على سبيل المثال برايس ليفل على اليورو مقابل الدولار او اي عمله رئيسيه، على البيد ولا الاسك بدك رقم الشراء او سعر البيع، سعر الشراء او البيع بيد او اسك بدك يزمر عندك الالارم، ولا بدي على الاسك انا لما يكون ايكوال لهذا الرقم او اكبر من هذا الرقم يعني تم اختراق هذا الرقم، او اصغر من هذا الرقم او اكبر وايكوال. فطبعا انت بتحدد هون اللي بدك اياه، انا بدي يكون اكبر من 1.1 هلا اليورو 118.74 1.19. اذا اخترق اليورو الاسك برايس 1.19 بدي يوصل لي الارم. كيف بدي الالارم؟ اد اكشن بدي يوصل لي والله اس ام اس على رقمي 00961 الى ما هنالك. شو رايكم بهذا الموضوع؟ او بدي يوصل لي ايميل على ايميل معين، او بدي يوصل لي تويت على تويتر، او بدي يوصل لي انذار باي طريقه ممكنه. هيدا عم نحكي على نيو الارم، عم نحكي هون فقط على اختراق سعر معين. ممكن حدد الارم انا قبل صدور بيان معين، قبل الاف او ام سي بثلاث دقائق بدي انذار لانه بده يكون متواجد على الشاشه. كتير منيح، بضغط على النيو الارم هون، كمان بفوت على البروفايدر او على الى ما هنالك، بقرر انا كمان على هون عند الادفانسد جي دي بي هلا قادمه على الساعه 3:30. نحن هلا هي بتاخذ التحاليل او البيانات اللي قادمه لحالها. هلا قلت لي على الساعه 3:30 عندي ادفانسد جي دي بي، بدك نحط الارم عليها كرمال تزمر لك او لا على سبيل المثال. اوكي فينا نحط على تريدنج اكتيفيتي الارم، يعني اذا انا عندي صفقه من دون وقف خساره بضغط هون كمان بحدد انه اذا في حال اخترقت هذا الرقم بعد 10 ثواني بعتي لي هلا بدي تبعتي لي اشاره او اي شيء طبعا من هذا النوع. هذا البرنامج جدا ممتاز بالنسبه للالارمز. طبعا ما راح اقدر ادخل بتفاصيل جدا جدا دقيقه بالنسبه لهذا الموضوع، ولكن لكل الاشخاص اللي حابين انه يكون عندهم هيك استفسار معين عن اي طبعا اكسبرت من هذه الاكسبرتات طبعا في يرجع لنا ونحن ممكن نساعده اوكي بهذا الموضوع. بدي شيء اسمه correlation matrix. correlation matrix نحن نعرف كتير منيح انه بعض الاحيان التحاليل التقنية والمحللين التقنيين يتتبعون تحركات الدولار اندكس بحكم انه الدولار الامريكي هو محرك السوق والانجن تبع السوق، وكتير من الاوقات منلاحظ انه والله الدولار الامريكاني عم بحرك السوق او عم بيضغط بشكل ايجابي او سلبي. فنحن هون بعض الاحيان منشوف طب شو اي عملة افضل للشراء، اي عملة افضل للبيع، او بعض الاحيان منشوف انه في عندي leading currency. شو يعني leading currency؟ يعني عملة تتألق اسرع من غيرها او ترتفع قبل غيرها او حتى تهبط طبعا. فنحن بالنسبة لنا الكورليشن ماتريكس ممكن نحدد بداية نضغط على ثلاث نقاط، نضيف السيمبلز او الازواج اللي نحن منريدها طبعا، وبدنا نقرر 200 بار. 200 بار يعني 200 شمعة لورا، 300 شمعة لورا، 1000 شمعة لورا، 25 شمعة لورا للمضاربة. والله انا بدي ب 25 شمعة لورا على اطار ساعة، ولا بدك اطار يومي، ولا اربع ساعات، والله بدي على اطار يومي. بدي اشوف العلاقة اذا كانت ايجابية بين اليورو والباوند، والله بنسبة 44%، ولكن ايجابية اكثر مع النيوزيلندي لانه بنسبة 84%. يعني هون انا بقدر اشوف الترابط بين العملة والعملة الاخرى، اي عملة عم تمشي مع العملة الاخرى، اي عملة عم تمشي بعكسها اذا نيجاتيف كورليشن، لان عندك هون زائد وحتى ناقص ما قبل الرقم قبل الرقم. سعر أونصة الذهب عم تمشي بطريقة إيجابية مع اليورو أكثر، بطريقة سلبية مع الدولار فرانك سويسري. يعني الذهب عم يمشي مع الفرانك السويسري صح؟ ليش؟ لأنه بطريقة معاكسة مع الفرانك السويسري. ونحن نعرف أنه الذهب لما يرتفع الفرانك السويسري لازم يكون عم بيرتفع لأنه ملاذ آمن، يعني الدولار الأمريكي عم يضعف مقابل الفرانك السويسري. يعني صعود الذهب يعني تراجع للدولار فرانك، لذلك عم نشوف علاقة عكسية بنسبة ناقص 82% بين الذهب والفرنك السويسري. هون بنعرف انه في عندي طلب على الملاذ الآمن،
ساعتها انا بعرف شو ادخل او شو ما ادخل. الكورليشن ماتريكس تتحكم فيها بطريقتك الخاصه. طبعا حدا عنده اي سؤال على الكورليشن ماتريكس؟ جدا سهله. في كثير اشخاص رح يعرفوا قيمتها لهذه الكورليشن ماتريكس لانه هن بيتداولوا على ازواج او كروسز. كروسز مثل اليورو جي بي بي، مثل الباوند ين، باوند نيوزيلندي، باوند استرالي. رح تقدر تشوف الترابطات بين العملات لتعرف تختار افضل فرصه استثمار على كروس معين. جميل، كثير رائع هذا الكورليشن ماتريكس. اوكي، بالنسبة للكورليشن تريدر سهلة جدا. الكورليشن تريدر كمان بنعملها دراج. الكورليشن تريدر هي كمان برنامج، اكيد فينا نصغره بهذا الشكل، ولكن انا عم كبره كرمال تشوفوا. عفوا، اوكي، خلينا نصغره شوي صغيرة، لكن رح هون نشوف بكل بساطة. اوكي، رح نشوف بكل بساطة الترابط او اذا بدكم العلاقة الايجابية او السلبية حتى بين عملتين. وانا ممكن اضغط على الدولار الكندي اختار او اكتب بدي مثلا اليورو يو اس دي. بضغط على اليورو يو اس دي، بدي الترابط مع جي بي بي يو اس دي او مع الاسترالي. عندي 46% عم يمشوا سوا على اطار ساعه، على اطار اربع ساعات، على اطار يومي. هون السنتي او الكورليشن تريدر هي نفس الشيء مثل الكورليشن ماتريكس تقريبا، ولكن بدل ما تاخذ لك كل العملات انت عم تختار عملتين معينه وعم بتشوف على اطارات اصغر واكبر، لانه هنيك ما عندي ام 1 وام 2 ودي او دي 2 و4. هون للاشخاص اللي بده يعملوا سكالبينج، عندي ام 1 1 مينت 2 مينتس 4 مينتس 10 مينتس، عندي امور اكثر بكثير بتدل او بتخليني انا شو اعمل. عندي اتش 12 12 ساعة، 8 ساعات، H8، H6 اللي هي منها موجودة بمنصة التداول على طبعا التايم فريمز. نحن هون محدودين التايم فريمز، هون عندك مجال أكثر لتعرف الترابطات بين العملات طبعا والسنتمنت تريدر. هذا بالنسبة للسنتمنت تريدر والترابط بين العملتين الرئيسية أو لا. أوكي، كثير منيح، نحن فتنا على sentiment trading. لا، ما فتنا على sentiment، عفوا، فتنا على الكورليشن تريدر. فتنا على الكورليشن تريدر. هلا السنتمنت تريدر، سنتمنت تريدر طبعا كل الاشخاص اللي بيعرفوه، كل طبعا المتداولين بالاسواق العالميه بيعرفوا انه السنتمنت تريدر هي النسب المئويه اللي موجوده عندنا بالسوق. يعني مين عندي اكثر عدد عقود اجله للشراء ولا للبيع اكثر؟ طبعا هذا الموضوع او هذا الفوليوم يتضمن اذا بدك شركه تكمل بشكل او اخر، او ممكن اذا بدك يتضمن حتى البنوك المركزيه اللي بتتعامل معها شركه تكمل. يعني اكيد هذه الارقام ما بتعكس السوق العالمي كله، ولكن بكل بساطه قادرين ناخذ منها هيك بعض الاشارات الواضحه او بعض الاشارات الصغيره. طبعا السنتمنت تريدر هي لما نشوف مين شاري او بايع السوق اكثر، عدد الثيران ولا فريق الدبب. على اليورو مقابل الدولار بنشوف انه عندي 28% نسبه شراء واكثر، او 72% نسبه بيع. يعني هلا كل الاشخاص اللي عم بيتداولوا على اليورو مقابل الدولار عم بيدخلوا بصفقات بيع وليس شراء، والاكثريه بيعه. انت ممكن تحلل بطريقتك الخاصه وتقول والله انا بحب كونتراريان كون. شو يعني كون كونتراريان؟ يعني يكون عم بمشي عكس العالم، او ممكن انا اكون عم بتداول مع النسبه المئويه اللي هي مع المتداولين او مع العالم. بعتذر على الصوت الموجود هون. اوكي، عدنان عندك اي سؤال؟ اوكي، في حدا raised hand؟ اوكي، طيب. بالنسبه لكن للسنتمنت تريدر، عفوا على الصوت. اوكي، بالنسبه للسنتمنت تريدر لكن عم نحكي على طبعا النسب المئويه اللي هي للشراء ولا للبيع او للعقود الاجل اكثر. اذا بدي اغير السيمبلز بضغط على السيمبلز. اوكي، تشات هوني. اوكي، عفوا على الصوت. اوكي، موجود فيها على ماي اف اكس بوك محمود؟ لا، هيدي بدك تحملها على منصه التداول. اوكي، بتحملها على منصه التداول طبعا على جورجيو. These tools can be tried on a demo account with تكمل. للاسف لا، لان بده يكون عندك فقط كلاينت اريا او منطقه عميل. اوكي، ما في مؤشرات فيها؟ بلا، في مؤشرات يا محمد، بس مش لهيدي الجلسه.
اذا بتضغط على الانديكيتورز او بلس هون سكشن بتنزل على كاستم بتشوف كل الاوسييترز اللي موجودين، ولكن ما راح اشرح عنه اليوم. اوسييترز اكثر من رائعين، اللي هون ممكن تشوف انت البيفت بوينت، اللي هي حتى ممكن تضغط تشوف هون اذا بدك الريزيستنس المقاومه، البيفت بوينت، السبورت نقطه الدعم، الريزيستنس الى ما هنالك. ولكن حابب بس هيك احرقسكم شوي كرمال ارجع احضركم نفسيا لمحاضره ثانيه ان شاء الله بالنسبه للانديكيتورز اللي كمان بتنضاف هون، اللي هي ممكن انك انت تستعملها. ممكن تستعمل كثير امور باللينير ريجريشنز لبيفت بوينت لرانكو لكثير امور حتى ممكن انه نتداول فيها او تعطينا اشارات تداول. هون بعد عم نشوف اذا بدك امور بتساعدنا بالتداول، ولكن اذا بدك بتساعدنا او بتسهل لي حياتي بالتداول، ولكن الاشارات اللي بتعطيني اشارات بيع ولا شراء هي طبعا موجوده بالانديكيتورز ومش بجلسه اليوم للأسف. بالنسبة للأمور الثانية على سبيل المثال، خلينا ناخد مثلا أوكي ميني تيرمينال، لكن حكينا عليها بالنسبة أوكي. هلا بدنا نحكي عن تريد تيرمينال. التريد تيرمينال والشيء الجميل بالتريد تيرمينال أنه أول شيء بتسهل لك حياتك بوجود العملات الرئيسية بماركت إكزيكيوشنز كلها حد بعض. يعني عندك هون استرالي فورا ماركت اكزيكيوشن شراء اما بيع، اليورو، الباوند الى ما هنالك بتضيفهم انت على طريقتك الخاصه الواتش ليست. وطبعا موجود الماركت هون على اليسار كلهم ومفصلين اوبن بوزيشن، سي اف دي، سي اف دي كريبتو، سي اف دي اويل، كرود اويل، فوركس، سي اف دي تريجريز الى ما هنالك مجزئين. وطبعا الاهم بالنسبه لهذا البرنامج، اخ اعذروني اعذروني في عطل تقني في المبنى. بالنسبة للأوبن بوزيشنز أو الصفقات المفتوحة، الحلو هون إن إحنا ممكن إنه نضغط على tools أوكي ونحكي على all orders. شو يعني all orders؟ يعني على جميع الصفقات المفتوحة، وهذا اللي بهمني أنا بهذا البرنامج أكتر شيء. أكيد في أمور مختلفة فينا نستعملها، ولكن اللي بهمني أكتر هو all orders أو الصفقات المفتوحة بأجمعها. اللي بقدر أعمل فيه هو إنه أنا سكر كل الصفقات بكبسة زر وحدة، يلي هي هيدي منا موجودة بأي ميتا تريدر. يعني بالميتا تريدر 4 بدك تقعد تسكر انت كل صفقة لحالة، وانا بهذا البرنامج رح تقدر انت تسكر كلوز اوردر لكل الصفقات المفتوحة بنفس الوقت، يلي هي بتسهل لك حياتك اذا عندك طبعا شيء بدك تسكره على سعر معين. بارشل كلوز يلي هي بدك تسكر بنسبة على سبيل المثال 60% أو 10% أو 20% من الصفقات أو 33% من الصفقات. ممكن تختار النسبة المئوية كرمال تغلو صفقاتك الشراء أما بيع أو طبعا من كل الصفقات. بالنسبة للهاتش بوزيشنز أو الريفيرس بوزيشنز، يعني أنت بدك تدخلوا صفقة الشراء وريفيرس تدخل بصفقة بيع، يوصل السعر على منطقة معينة تسكر الشراء ويفتح لك بيع فورا، تضغط على ريفيرس كمان بتغلق صفقة الشراء ولا البيع. بريك ايفن اكزت تضغط عليها اذا في حال رجع السوق كان من خسائر لا سمح الله للبريك ايفن، او حتى كان بارباح ونزل البريك ايفن يعني نقطة صفر يسكر لحاله. لكن عندك الهاج بوزيشن اللي هي ممكن طبعا انك انت تدخل بصفقات معاكسة للصفقات اللي فتحها، بارشل كلوز، all close orders، حتى ممكن انك انت تجزئها انك تسكر انت او تعمل groups على سبيل المثال، وانك انت تسكر فقط ال pending orders، all pending orders، كل صفقات او امور المعلقة بدي سكرها. انا ممكن اتحكم حتى باغلاق الصفقات الربحانة فقط، انا بدي سكر close all winners يعني فقط الربحانين، close all losers يعني فقط الصفقات الخسرانة. فطبعا هذا البرنامج من خلال هذا التيرمينال انا بقدر اتحكم بشكل مفصل بصفقات التداول ان كان الشراء اما البيع اما طبعا الامور الاخرى. اوكي alright. ممكن المحاضره بعد ما تخلص تبعتوها على الايميل راح تكون مسجله اتوقع، ونحملها على يوتيوب. اوكي راح نحملها على يوتيوب. اوكي طيب عندي كتير أمور أخرى. عندي تيك شارت أوردر للأشخاص اللي بيتداولوا كمان طبعاً على
سكالبينج او على بعض التحاليل، او خلينا نقول بعض الامور المضاربه السريعه، او ممكن يكون عندهم اكسبرت ادفايزرز، او حتى هو براقب السوق على وقت معين او على توقيت معين. طبعا ممكن يدخل على تيك تشارت اوردر ويعمل تحاليله ويشوف التحركات على التيكس تيك باي تيك. شو يعني التيكس؟ يعني بشوف البيد والاسك كيف عم يتحركوا، وليست الشموع اليابانيه على اطار معين او على تايم فريم معين. فطبعا هذا التيك باي تيك تشارت اكثر من رائع اذا في حاله بدك تشوف طبعا الاوردرز تبعك، اذا ممكن حتى تاخذ تيك سبيد، ممكن تشوف سرعه التيك قديش سريعه. فطبعا هذا البرنامج بيسهل لك حياتك، اولا بالنسبه ل ممكن اكسبرت ادفايزر معين حضرتك تستعمله، او استراتيجيه مضاربه معينه حضرتك تستعملها بيست على التكس. ممكن تكون بيست على السكندز، على الثواني ممكن تتداول، ممكن تكون بيست على الكاندلز طبعا. فانت بدك تنتظر الشمعة لما تنتقل من هذا اللون المعين الى اللون المعين الاخر، او حتى على اختراق قمة شمعة معينة سابقة. فطبعا انت بتختار هون اي تايم فريم والنمبر اوف تكس، واي طبعا زوج راح تتداول عليه، وعدد الشراء طبعا او اللوتس اللي معينة. ممكن تفوت ب 0.05 لوتس، اوكي. طبعا انت تختار هون بعض الادوات او تغير طبعا شيفت كولرز الى ما هنالك، اوكي. فطبعا عندك بعض الادوات للتداول او لتداول المضاربه. هلا انا بالنسبه لي بشكل يومي عم بستعمل طبعا السنتمنت تريدر، اللي هي طبعا النسبة المئوية للشراء والبيع. عم بستعمل كورليشن ماتريكس لشوف طبعا الترابط بين العملات مع الدولار الامريكي الى ما هنالك. في اشخاص ما بعرف إذا حدا موجود منهم بهذه الجلسة هلأ، عندهم مشكلة بيقولوا أنه والله على طول مثل كأنه السوق عم بيقشعني أو عم بيراقبني، عفوا على الكلام، أنه لما أعرض وقف خسارة بمكان معين بيرتفع السوق وبيلمسه. فطبعا نحن كتكمل بنعرف نحن شفافيتنا مع العميل، وبنعرف أنه بنتداول مع البنوك المركزية والليكويد بروفايدرز الخاصة، وطبعا ما في عنا أي تلاعب لا سمح الله بالسيستم. ولكن الأشخاص اللي عندهم نوع من القلق بهذا الموضوع، في عندك شيء اسمه stealth orders. stealth orders اللي هي أنك أنت تاخذ صفقات شراء أما بيع أما أمر معلق ويكون stealth، يعني منه مبين. يعني على سبيل المثال بدي على اليورو مقابل الدولار فور اكزامبل، او اي شيء اخر عن نيوزيلندا دولار، اوكي. عدد العقود بدي ادخل بعقد، عقد واحد one lot، بدي immediately buy يعني market execution buy، stop loss بدي ايه عدد النقاط من الشراء 20 نقطة من الشراء، التيك بروفيت بدي ايه 50 نقطة، السبريد بده يكون وقت التنفيذ ماكسيموم نقطتين، اذا اكثر من نقطتين ما بدي انه يفتح صفقه الشراء اللي انا داخل فيها. ساعتها انت اذا توسع السبريد وقت الخبر ما بيفتح لك صفقه شراء على سعر مختلف، بتحدد له انت السبريد او الفروقات السعريه اللي انت بتريد انه تكون موجوده. بدي فقط يكون السبريد واحد نقطه، بضغط على سيف. وطبعا ممكن يكون عندي ستيلث اوردر. ستيلث اوردر يعني فتح صفقه التداول، او الستيلث اوردر اللي هي موجوده هون عم تشوفه على اليمين، انه عندك انت هون تقريبا اوردر مخفي او اكزكيوشن او امر معلق بالبيع او امر معلق بالشراء ولكن مخفي، او ممكن يكون حتى وقف خساره. طبعا اوردر مخفي شو يعني مخفي؟ يعني هذا الاكسبرت ادفايزر ما عم يعرضه بالسوق غير لما السعر بالفعل يوصل له ويفتح فجاه قدام البروكر او الشركه اللي عم تتداول فيها، اللي هي طبعا بتكمل بحالتنا. يعني انت بتفاجئ تكمل بصفقه فتحت بشكل مفاجئ وليس امر معلق انت عارضه، ولا الشركه عارفه انك انت بدك تفتح على هذا الرقم او على هذا الرقم. ساعتها هذا الستيلت اوردر ممكن انك انت طبعا او بعض الاشخاص يحبوا انه يتداولوا فيه، او طبعا يحاولوا انه او بنسبهم طبعا نفسيا اقل له سايكولوجيكال تريدر، او طبعا يعني بيرتاحوا اكثر. في كتير امور لا اتوقع انه ممكن اقدر اقطع عليهم كلهم اليوم.
السيشن ماب على سبيل المثال، كمان السيشن ماب ممكن نستعملها كرمال نشوف طبعا التوقيت هلا بالوقت الحالي وين. يعني هلا مثلا احنا بتوقيت لندن هلا رايحين نحن على اليسار، بنبلش سيدني هون بفرجيك اذا بدك التوقيت، طبعا بنروح سيدني على طوكيو على لندن على نيويورك، بفرجيك هلا افتتاح السوق اي متى واي متى راح يفتح السوق وين صرنا تقريبا بالتايم فريم. هذا السيشن ماب فقط بتعطيك افتتاح الاسواق، وطبعا بتعطيك بعض الاكونت انفورميشن اللي هي على حسابك المعين، وبتعطيك انه هلا مثلا من وراء هذا الخط. يا ريت بقدر كبرها شوي للصوره اذا ممكن، ما عم بقدر كبرها للاسف، ولكن اللي بقدر اقول لك اياه انه بتعطيك هلا بتكبس هون تحت على اللون الاحمر بتقول لك والله عندك هلا على 3.5 ادفانسد جي دي بي، يعني عندك خبر معين انتبه. بعدين اذا بتقرب بقرب الخط لقدام عندك شيء باللون الاصفر باندينج هوم سيلز على الساعه 5. ساعتها انت بتعرف الاجنده الاقتصاديه من دون ما تدخل على موقع الاجنده الاقتصاديه فوركس فاكتوري او شيء من هالنوع، فقط بسيشن ما بتخليها موجوده على اليسار بتعرف انت شو رح يصير عندك او شو البيانات القادمه. وطبعا ممكن تفتح كذا تريدر مع بعضهم او كذا طبعا سكشن مع بعض البعض. طبعا عندك امور كتير مهمه بالكاستمز، على سبيل المثال خليني اعطيك هيك سبل هيك مثل بسيط سيمبل انفو على سبيل المثال. هون بتعطيك تقريبا الانفو تبع البيب اذا عم ترتفع ولا عم تهبط، كم ارتفاع البيب، النسبه المئويه، وقديش صار مرتفع اليوم. ممكن تاخذ مثلا اوكي رانكو، طبعا هذا احد البار تشي او كاندل كاونت داون. ليك شو حلوه هيدي الكاندل كاونت داون، بتشوفوا على اليمين هون تحت الشاشه ما بعرف اذا واضحه عندكم 14.84 47 46 عم تنزل وقت. هذا كاونت داون تايمر عم بيقول لي انه انا بعد على اطار ساعه، انا بعد 14 دقيقه و38 ثانية 36 35 رح تسكر الساعة تفتح ساعة تانية، بتقول لك قديش بعد فيه. حتى على إطار أربع ساعات بعد عندي ساعة و14 دقيقة لأغلق شمعة الأربع ساعات وأفتتح شمعة أخرى. طبعا ممكن نضغط على كتير أمور هون بالنسبة للكاستم تريدرز، حتى ممكن طبعا نشوف الهاي واللو على سبيل المثال. الهاي واللو هو أعلى قمة وصل لليوم شمعة يومية وأوطى شمعة يومية. هلأ إذا بتحط على إطار يومي سهلة، قاع الشمعة وأعلى قمة للشمعة اليومية، ولكن إذا كنت على إطارات أربع ساعات أو ساعة وبدك تعرف وين قاع اليوم بسائب اللي هو بحط لك كمان ديلي لو، فبتعرف أنت أنه قديش مرتفع اليوم السوق من وين لوين، وطبعا بتساعدك بالتحليل أكيد. بتمنى تعطوني رأيكم بهيك الأمور اللي شفتوها لحديث هلأ، وأنا بوعدكم أنه بالنسبة للإنديكيتورز رح يكون عندي جلسة تانية اشرح لكم إياها. فأهم شيء أنا عندي الميني تيرمينال اللي هي شفتوها طبعا، كيف تعملوا execution، كيف تعملوا pending orders، كيف تعدلوا أو تضغطوا على ترسموا طبعا trend line، تكبسوا عليه، تكبسوا alt وتحولوا إلى وقف خسارة أو تحديد ربح بكبسة زر. طبعا بهمنا correlation matrix تعرفوها، بهمنا sentiment trading تصيروا تراقبوا أنه كم نسب مئوية شارين السوق أو شارين هذه العملة أو بيعين هذه العملة، كرمال تعرفوا إذا بتكون تمشوا contrarian عكسهم أو بتكون تمشوا معهم. طبعا هذا الشيء بيرجع لكم أوكي. وكثير من الأمور اللي موجودة عنا، رجاء إذا حدا عنده أي سؤال أنا هلأ عم بتلقى أسئلة، وطبعا إذا كل شيء واضح أنا بتشكر وجودكم بهذه الجلسة، وبالطبع رح تكون مسجلة على طبعا أوكي. نورس عم بيقول لي مصفوفة الترابطات بين الأزواج مو كتير واضحة عندي. ترابطات بين الأزواج بتقصد الكوريليشن ماتريكس اللي هي هيدي الكبيرة، أو بتقصد السنتيمنت تريدر أو الكورليشن تريدر اللي هي بين عملتين فقط؟ بجميع الأحوال هن نفس المنطلق. المنطلق عندك أنك أنت لما تجي تشوف على سبيل المثال عندك رأس وليد يس أوكي. لكن بالنسبة للكورليشن تريدرز أول شيء منعدل منختار إطار يومي إذا بدنا أو ساعة، والله بدي شوف أنا الترابط بين الباوند واليورو على سبيل المثال. طب أنا عندي صفقة شراء باوند وعندي صفقة بيع دولار فرنك سويسري، أنا بعرف أنه صعود للباوند جي بي بي يو أس دي، صعود لهذا الزوج بيعني ضعف للدولار الأمريكي، يعني أتوقع ضعف للدولار فرنك سويسري. بيجي بتطلع أنا هون شو رأيكم بين الباوند والفرنك السويسري، تنزل هيك بتروح هيك، تعرف انه عندك إطار 89% نيجاتيف كوريليشن. 89% نيجاتيف كوريليشن يعني عم يمشوا عكس بعض بنسبة 89%. يعني اذا في حال
ربحت بالباوند راح تربح بالفرنك سويسري، واذا خسرت بالباوند راح تخسر بالفرنك السويسري. في بعض الاشخاص بيقولوا لي يعني المخاطر على الزوجين، يعني اما بربح باثنين اما بخسر باثنين. لا، انا بدي اخذ صفقه يكون عندي اذا خسرت بوحده وحده تعدل لي شويه ارباح. بتشوف الترابطات والكورليشن لتقدر تستنتج هيدي الامور. عم شاد بسط لك اياها شوي. عامر عم بيقول لي the tools are very interesting and useful. Please let us know if this session can be saved. أكيد رح تكون مسجلة ورح نرجع نشيرها على يوتيوب إن شاء الله، كرمال طبعا أي استفسارات بالمستقبل عندكم إياها ممكن ترجعوا لهذا الفيديو التعليمي. للأسف أنا كنت خسرت 15 أو 20 دقيقة من الجلسة في البداية، تأخرت عليكم، استعملت رابط مختلف للأسف، فهذا الشيء طبعا خليني أنه سرع أكثر بالمعلومات. كنت بتمنى لو بقدر أكون معكم أكثر وأعطيكم من وقتي أكثر بالنسبة لهذا الموضوع. بوعدكم رح يكون في جلسة تانية، عنا جلسة هلأ بخمسة أوغست يعني بعد تقريبا ست أو سبعة أيام رح نشرح فيها عن البيتكوين. انتو بتعرفوا صار في بتكمل كريبتو كارنسيز وعملات رقمية مشفرة، البيتكوين والإثيريوم واللايت كوين. رح اشرح لكم استراتيجية تداول معينة وكيفية التداول على الكريبتو كارنسيز. هل يا ترى تحليلها مختلف عن اليورو والباوند؟ بالطبع، لأنه حجم التداول اللي فيها وتحركاتها، وطبعا عنا استراتيجية تداول مختلفة. رح استعمل أكيد الانديكيتورز اللي موجودة هون كرمال أقدر استعمل بعد طبعا التحليل أو الاستراتيجية التداول. تابعوني كمان وسجلوا فيها اللي هي بخمسة أوغست. بتمنى تكونوا انبسطتوا بهيدي الجلسة واستفدتوا طبعا من المعلومات. جوزيف ظهري كان معكم من شركة تكمل. إلى اللقاء.